يلا اول شيء عندنا كالكوليت دفر مشكله كده على الله كالكوليت دفر ماينس 1 اذا عملنا لها باور 2 شو بيطلع شو هذا ماينس 1 باور 2 يعني ماينس 1 مضروب لحالة كم مره مرتين لو حطينا ماينس 1 تايمز ماينس 1 يلا ماينس بماينس شو بيطلع بلس 1 ب 1 1 واحد ضرب واحد واحد ماينس بماينس بلس كل مرة ماينس نضربه بحالة مرتين شو بيطلع جوابها بلس في شي مرة بنعمل سكواب لرقم يعني رقم نضرب بحالة مرتين بيطلع جوابه ماينس على طول نضرب بحالة مرتين إذا كان بلس 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 شو بيطلع جوابه بلس 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 هون بدي ناخذهم صف السابع بلس بلس هي بلس ماينس بماينس هي بلس بس يكون عندنا نفس الصانع نضربها بحالة مرتين شو بيطلع جوابها بلس طيب فهيدي ماينس 1 سكوير يعني سكوير للماينس وسكوير للرقم ماينس اذا ضربناها بحالة مرتين شو بيطلع جوابها بلس 1 سكوير شو بيطلع جوابها 1 1 تايمز 1 1 طيب 1 سكوير شو بيطلع 1 شو رقم شو اشارته لل 1 بلس هي زادها هي يعني طيب ماينس 2 سكوير شو بيطلع جوابه بلس 2 سكوير شو بيطلع 4 2 سكوير شو يعني 4 يعني 2 2 2 مضروب بحالة مرتين شو بيطلع جوابها 4 طيب 2 سكوير 4 عم تنتبه يا استاذ مش عم تنتبه انت ماينس 3 سكوير شو بيطلع جوابها بلس 6 3 سكوير شو بيطلع 6 3 تايمز 3 9 3 مضروب بحالة مرتين 3 تايمز 3 يعني 9 مش 6 استاذ انت حطيت طيب 3 سكوير شو بيطلع 9 يعني طلعوا يا استاذ ماينس 3 وبلس 3 بس نعملها سكوير شو بيطلع 9 ماينس 2 وبلس 2 بس نعملها سكوير شو بيطلع 4 ماينس 1 وبلس 1 بس نعملها سكوير شو بيطلع 1 طيب هلا ماينس 4 سكوير شو بيطلع جوابها يا إلينا بلس 16 برافو 4 سكوير يعني 4 تايمز 4 مش 8 4 تايمز 4 16 يا استاذ حسام خليك معي 4 سكوير شو بيطلع جوابه يا حسام؟ 16 طيب يعني هون الماينس 4 والبلس 4 بس عملها سكوير بيطلع جوابها شو؟ 16 بيناتهم بيطلعوا بوزيتيف نفس الاشاره بوزيتيف شي مرة عم نعمل سكور عم نطلع جوابه نيجاتيف طلعوا فيهم لا لا كل اللي بنعمل سكور شو بيطلع جوابه؟ بوزيتيف بوزيتيف طيب ليش ال 5 سكوير وال ماينس 5 سكوير شو راح يطلع جوابهم يا علاء؟ بلس ولا ماينس راح يطلع؟ اثنيناتهم بلس صح؟ ماشي هيدي بلس 25 وهيدي بلس 25 برافو طيب 6 سكوير وماينس 6 سكوير يا شو اسمه انا كريستيانو اسراء 6 سكوير وماينس 6 شو بيطلع جوابها؟ 6 تايمز 6 64 برافو هون 8 سكوير 60 يعني يستير برافو يلا يا احمد ماينس 9 سكوير 91 81 81 9 تايمز 9 81 يا استاذ 81 طيب و 9 سكوير شو بيطلع؟ بلس بلس شو؟ 81 ماشي في تابع يا حسن يلا 10 سكوير 100 طيب ماينس 10 سكوير بلس 11 سكوير مين بيعرف 11 ضرب 11 121 ماينس 11 سكوير 121 اصلا كل شيء يا استاذ تضربوا 11 هيك بينحسب طلعوا فيه كيف عشان علمكم كيف تضربوا 11 دول مثلا 15 او 35 تايمز 11 لك تضربوا ليش بيطلع الجواب حطوا 5 بالاول و3 بالاخر وبالنص بتحطوا جمع على الاول 2 3 و5 8 هيك بتضربوا هيك جدول 11 مثلا هيدي 11 سكوير ها 11 تايمز 11 حط واحد بالاول وواحد بالاخر وبالنص شو بقى جمع على الاول شو بتضربوا 121 بس كيف؟ طيب هلا ماينس 12 سكوير ممكن تحفظوها 144 2
12 سكوير زائد 101 اس نعم بس هون 7 بوزيتيف 7 بوزيتيف بتطلع نيجاتيف شو سبعة بوزيتيف؟ زائد مع زائد بيطلع ناقص من قال لك زائد مع زائد بيطلع ناقص شو ما هذا؟ ها؟ لا سجلها عندك بلس تايمز بلس از بلس ماينس دي ماينس هي بلس كمان ماينس دي بلس هي شو؟ ماينس بلس دي ماينس هي ماينس عرفت شو؟ انساني شو سجلها من عندك يلا 30 سكوير شو بيطلع؟ مين قاعد يفرق 30 تايمز 30 انا بقول 169 هون خلصتها بلس 169 14 سكوير 196 ماينس 14 سكوير 196 طيب 15 سكوير 225 براه 225 واضح؟ ايوه هاو التنتين 15 وماينس 15 بس لما نذكر شو بيطلع جوابهم؟ بوزيتيف اثنيناتهم هون شو اشارتهم كمان؟ وهكذا عفوا كانوا نيجاتيف ولا بوزيتيف بس لما سكوير بيطلع شو؟ بوزيتيف في رقم عمل سكوير بيطلع نيجاتيف؟ لا طيب جاي هلا هون السؤال كنا عم نعمل شو؟ كلمتين find the square of minus 1 the square of minus 1 is what? 1 the square of 1 is what? 1 the square of minus 2 is? 4 the square of 2 is? 4 the square of minus 3? 9 the square of 3? 9 the square of minus 4? 16 the square of 4? 16 هلا بالالف the square roots of 1 يعني شو اللي بدي تذكر بدي تخيل هيك شو اللي بعمل له سكوير بيطلع 1 شو الارقام اللي بحط منه السكوير بيطلع جوابه 1 ناقص 1 من عنده بس واحد 1 شوف الارقام اللي بعمل له السكوير بيطلع جوابه 1 ناقص 1 سكوير ماينس 1 ومين؟ وبلس 1 استاذ هيهم ماينس 1 و 1 هيدي ماينس ماينس 1 و 1 بس اعمل لهم سكوير شو بيطلع جوابه؟ 1 معناتها شو سكوير روتس لل 1؟ ماينس 1 و 1 ماينس 1 و 1 عرفت شو هيك سكوير روتس يعني بالقلب؟ بدي انا اتخيل شو اللي بعمل له سكوير بيطلع هيك بكون هو سكوير روت كل بوزيتيف نمبر يا استاذ بكون عنده 2 سكوير روتس واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف شو اللي بعمل له سكوير شو بعمل شو اللي بعمل له سكوير بيطلع 1 ماينس 1 بلس 1 شو اللي بعمل له سكوير روتس بيطلع 4 ماينس 1 شو اللي بعمل له سكوير بيطلع 4 ماينس 1 شو اللي بيطلع جوابه 4 ماينس 2 و 2 انت يا شو اسمه مراحل شو اللي بعمل له سكوير بيطلع 9 ماينس 3 ماينس 3 و 3 ماينس 3 بس تعمل سكوير شو بيطلع جوابها 9 و 3 بس تعمل سكوير شو بيطلع جوابها 9 مش كنا عم نكتبها معنا هون هاي ماينس 4 ماينس 3 اند 3 ماينس 4 طب شو بسألك انا؟ ذا سكوير روتس فايند ذا سكوير روتس ماشي؟ سكوير روتس يعني قبل ما تعمل سكوير شو كانوا؟ هاي دي 16 قبل ما تعمل او شو اللي بتعمل سكوير بيطلع 16 ماينس 4 اند 4 ماينس 4 اند 4 25 ماينس 5 ماينس 5 5 ماينس 5 ماينس 6 اند 6 جيد هلا هون انتم بتكملوهم لعند ال 225 لحالكم بالبيت ذا سكوير روتس مثلا احنا هون وصلنا لعند ال 36 مش هيك؟ ذا سكوير روتس اوف 49 بتكتبوا انه هن ماينس 7 اند 7 ذا سكوير روتس اوف 64 هن شو ماينس 8 اند ذا سكوير روت اوف 81 هن ماينس 9 اند 9 بتكملوهم لوين لعند ذا سكوير روتس اوف 125 ماشي؟ خلي كل معي بتعملهم لحالهم اكسترا هون بتعملهم لحالهم اكسترا بالبيت بتشوفهم انا بدهم هون هلا رح اتعلم شغله ثانيه اللي هي الراديكالز الراديكالز هن بالحقيقه سكوير روتس نحن اول مره بنتعرف عليها المفروض اعمل لها سكشن لحالها بس رح عشان تستشف قوة الموضوع بحسه مش صعب وغريب عليك بالحقيقه يا استاذ الراديكالز هن سكوير روتس اللي عم بيطلعوا معي يعني مثلا لنقول شو سكوير روتس للاين بالحقيقه هن مش ماينس 3 و 3 هن بالحقيقه بيكتبوها سكوير روتس اوف 9 ار دي راديكال ماينس راديكال 9 اند بلس راديكال 9 سكوير روتس اوف 16 ار ماينس راديكال 16
هيدي هي الشعار الراديكال هيدي اسمه الراديكال مش بتشبه حرف الار بتعرفوا ليش اسمها حرف الار ليش اسمها ار لانه اسمها سكوير روت سكوير روت هيدي الار تعيط الروت هي اللي عم نكتبها نحن عرفتوا شو والسكوير هون مش مبين في شيء برا بس هون على طول بيضل قاعد شو 2 عشان هيك اسمها سكوير روت سكوير روت يعني الاصل التربيع انه قبل ما نعمل سكوير هاي شو كانت مثلا 16 قبل ما نعمل سكوير شو كانت 4 وماينس 4 ماشي فاذا سكوير روتس اوف 16 هن شو ماينس 4 و 4 او في يكتبوا بطريقه ثانيه ماينس راديكال 16 وبلس راديكال 16 طب شو سكوير روتس 25 ماينس راديكال 4 ماينس راديكال 25 بلس راديكال طيب the square roots of minus of 36 r minus minus radical 36 شو بيكونوا minus radical 36 plus 36 radical 36 واضح كمان نفس الشيء راح تكملوا انتوا بعد خليني اكمل هذه الفورم the square roots of 1 r minus radical 1 plus radical 1 هيدي الراديكال ممنوع تحط بقلبها ماينس من جوا ممكن ماينس من برا شو ولا ماشي هي الراديكال معموله بس للبوزيتيف نمبرز عشان هيك الماينس بتكون برا ما بتنحط جوا الماينس نعم شو قلتي؟ مش بنحط بلس فيكم ما تحطيهاش ما اذا موجوده او مش موجوده معناتها انه هي بلس طيب شو سكوير روتس لل 4 يا نغا؟ ريم ماينس 2 ماينس 2 و 2 بس بكتابة الراديكال كيف بنكتبها؟ ماينس راديكال ماينس 2 اند لا ماينس راديكال 4 ما كنت عم تكتب هون اند بلس راديكال 4 ماينس راديكال 4 اند بلس راديكال 4 اند بلس راديكال 4 ماشي هي نفسها سكوير روتس لل 4 هن ماينس راديكال 4 وراديكال 4 هاو ذا راديكال 4 هن جوابهم شو؟ ماينس 2 اند 2 عرفتوا شو؟ هلا رح ناخذ فقره الراديكال لحالها بس رح اعبركم هلا بالبدايه انه سكوير روتس للرقم هن مثلا 16 هي ماينس 4 و 4 شايف بس بتنكتب بشكل اخر شويه ماينس راديكال 16 وبلس راديكال 16 شو المقصود فيها؟ ذا نيجاتيف هاي نيجاتيف سكوير روت اوف 16 اند البوزيتيف سكوير روت اوف 16 لاحظ مش هيدا نيجاتيف سكوير مش هون هيدا سكوير روت 16 طيب هيدا شو نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف وهيدا؟ هيدا نيجاتيف سكوير روت اوف شو؟ اوف 16 وهيدا بوزيتيف 16 نيجاتيف سكوير روت هي شو قلنا هي شعار سكوير روت اوف 16 طبعا عم بحكي نفس الشيء بس فوق حاطط لها جواب عرفت شو؟ طيب هلا ليش هيدي اخترعوها؟ فينا نقول هيك اخترعوها لانه في ارقام انت ما في ارقام ما بتلاقي لها ارقام تعملها سكوير بيطلع هي كيف يعني مثلا 5 شو اللي بتعمل سكوير بيطلع 5 ولا شيء في رقم انت ريل نمبر في عندك ناتشورال نمبر تعمل له سكوير لا بيطلع 5 لا في رقم بتضرب محله مرتين بيطلع 5 لا اها فاخترعوا هالشغله بصير فينا نقول انه في رقم نعمل له سكوير بيطلع 5 شو هو؟ الراديكال 5 يعني ناقص راديكال 5 يعني هلا انا بكتب هون ذا سكوير روتس اوف 5 ما عادش رح تفكر من فوق مثل فوق مثلا 25 والله شو اللي بنعمل اسمه بيطلع 25 هو الماينس 5 بيطلع هيدي ما في هيدي ما في ايه شو بكتب لك بكتب لك طريقه ثانيه بكتب الراديكال عشان ما في رقم مثل هيدا شو اسمه انتيجر اعمله سكوير يطلع جوابه 5 فبكتب كتابه شو الراديكال ذا سكوير روتس اوف 5 طلع شو؟ ماينس راديكال 5 شو؟ لما هاي ما بيطلع لها جواب مثل هون هون فبكتبها بس هيك على الشكل واضح؟ واضح طيب لو قلت ذا سكوير روتس اوف 9 شو بتقولوا؟ ماينس راديكال 9 ماينس راديكال 9 وبلس راديكال 9 لهم جواب ولا لا؟ شو هن؟ 3 ماينس 3 بلس 3 بس لو قلت ذا سكوير روتس اوف 7 شو؟ ماينس راديكال 7 الى جواب الراديكال 7؟ لا طيب ما في غير شيء نعمله سكوير بس الا الراديكال 7 ماشي؟ فهلا من هلا وبرايك اذا سالتكم الرام شو اللي بنعمل سكوير بيطلع الرام وانتم مش عارفينه بتقولوا لي ريدي شو؟ ماينس وبلس هيدا كل شيء لحد هلا يلا نقولوا